السلام عليكم، معكم زين لميا من طاقم قناة الجزائر أنوان، قناة جزائرية شبابية وعائلية، القناة اللي راح تطلع عليكم بحلة جديدة إن شاء الله في برمجة مليئة بالمفاجآت في سنة 2021، وهذا بفضل الله عز وجل. وفي ظل وباء كورونا نقول إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونقول إن شاء الله ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا. انتظرونا قريبا في السنة الجديدة إن شاء الله.